اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. النهارده هنكمل اللعبه اللي انا بحبها جدا 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 جدا، اللي هي لعبه كول اوف ديوتي وورلد وار 2. طبعا زي ما انتم شايفين الحمد لله انا حليت مشكله السيف جيم واللعبه بقت بتسيف عادي، مفيش اي مشاكل. هنكمل بقى المهمه. الحمد لله اللعبه بقت بتسيف عادي زي ما انتم شايفين. الله الله الله، هنحارب بالمدافع التقيلة دي ولا ايه؟ يعني يا جدعان انا متحمس قوي للعبة دي، بحبها جدا. نقدر نوصل المقطع ده كام لايك يا جماعة؟ نقدر نوصل المقطع ده كام لايك؟ نفسي كده اشوف على القناة عند يا جماعة فيديو كده 100 لايك 200 لايك حاجات كده، الشغل العالي ده بقى. What about Lewis versus Sugar Ray Robinson? If we're talking 1938, Lewis Robinson wins hands down. انتوا حالقين لي خالص. Not after I heard a bunch of tough SOBs were about to take Marinier. يوم ما بلاقي ميات بتبقى ديسلايكات. ربنا يسامحكم. Just stand there, let's see. Not bad, eh? اف عنده جرح جامد في بطنه. Glad to have you back, Private. Good to be back, sir. All right, fellas. We got a unique opportunity here. This is our chance to break out of normal. الموسيقى اللي مع اللعبة دي بصراحة جامدة جامدة. عجباني قوي. لا ما تدخنش بقى. جماعة يعني بأي مخ بقى بيدخن والسيجارة جنبه. قصدي بيدخن والقنبله في كتفه، القنبله في جيبه يعني. طب ازاي يعني ازاي لو النار جت على القنبله هتفرتكه؟ لان ايه الجنان ده؟ ايه ده الدبابات يا جماعه بس اللي مضايقاني تصميمها رديء. التصميم بتاع ده وايه دي؟ دي دبابة قلبت شجرة. ده ايه دوت؟ ايه المناظر العجيبة ده يا جماعة؟ ايه الدبابة دي؟ يعني طب وبعدين انا هقول حاجة، مثلا الدبابة ديت عشان تخدع الطيارات، المفروض ان هي عاملة كده عشان تخدع. طب ده هم حاطين شوية زرع قليلين جدا، الدبابة كلها باينة، هي كده هتخدع الطيارات ازاي؟ انا مش فاهم. المفروض كانوا يرشقوها زرع يعني، مش عارف انا يا جماعة. لا لا اغبية اغبية، ده كده الطيارة دي الدبابة دي. طب انا المفروض ايه ده؟ ما تقولش ان هنركب دبابة. لا 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 مش معقول. هو انا المفروض المهمة فين؟ ايه ده جيت اون ذا تانك؟ ده كأنه بيقرأ افكاري والله. طيب لا انا عايز اسوقها من جوه، انتوا هتركبوني فوق؟ ينفع كده؟ يلا يا رجالة ابدأوا بقى الحرب بقى والشغل العالي بقى. So you're good, huh? بيضربوا على الحتة اللي فيها الجرح، شوفوا الحمار. يلا يا رجالة، لا الدبابات هتتحرك. ماشي أنا جاهز أهو. أنا عايز أقعد فوق، عايز أقعد فوق، يلا. أيوه. أيوه. طب ايه همسك مدفع ولا ايه؟ ايه ده يا جماعه المنظر رهيب، عربيات ومدرعات ودبابات وايه ده يا جماعه؟ الله 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 الله، صوت المحرك بتاع الدبابه جامد، تحس كده. لا 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 سامعين صوت التروس؟ يا خبر يا انا يا جدعان، الشجر جامد. لا 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 لا, لا. لا 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 بجد لعبة يا جماعة، يعني أنا مش عارف أقول إيه، مش عارف أقول إيه. طيب جميلة. إيه ده الدبابات بدأت تشد، الدبابات بدأت تشد. إيه ده كام دبابة؟ إحنا هنحارب بدبابات كتير أهو. ادي واحد اتنين تلاتة. ايه ده ايه الدبابة دي؟ ده بايظة باين. ايه
بالراحة بالراحة يا عم عشان المطبات. الراجل عمال شرقني خالص المطبات. ايه ده ايه ده المنظر ده؟ ايه ده؟ هو في احنا رايحين رحلة كل دوت كل ده عشان نوصل؟ اوبا في ايه؟ ايه ده ايه ده؟ لا اوف 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 شفت الحتة دي؟ يا خبر. لا 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 خد لك ساتر خد لك ساتر يا عم. لا 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 خدني معاك خدني معاك انا اكرمك خدني معاك خدني معاك خدني معاك. ايه كيو ده؟ ده لو عاوز تضرب حد ملي اتاك. طب يا جماعه انا معيش اسلحه عدله ليه؟ معايا اهو بس ما بحبش انا عايز رشاشات يا جدعان. طيب ايه ده نروح فين؟ انا امشي يمين ولا شمال؟ انا هخش مع دول. ايه ده ايه ده؟ لا قنبله ينفع كده يا جدعان؟ الغدر دوت بيغدروا بينا الكلاب. خد يلا خد يلا انت وهو يلا خد يلا خد يا بابا تعالى لي حبيبي خد خد. وما تجيش تسالني على الخوذه بتاعتك بعد كده. ما انا قلت لكم اللي عايز الخوذه بتاعته ما ايه ما يت ما ي... ايه في رجاله هناك اهم اهم. تعالى حبيبي تعالى حبيبي ده انا فادي يلا ده انا فادي يلا. نهجم بقى. انا عايز السلاح ده. ايوه كده يا جدعان رشاشات الله يكرمكم. ما عندكوش حاجه فجرها؟ طب خد قنبله من عند اهي. حلوه حلوه قوي. لا 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 انا عايز اوطي اللي فوق ده مش عايز يموت لي كده. يا دي النيله يا جدعان السلاح الرشاش بيخلص بسرعه ليه؟ هو انا في ايه يا جدعان؟ لازم اضربهم في الدماغ عشان ننجز. هحاول اضربهم في الدماغ عشان ننجز. خد يا حبيبي خد انت كمان عشان برضو اقدرهم عشان عشان اطير لهم الخوذ بتاعتهم. عشان يحرموا يعملوا كده. الله عليك يا ابني شايفين الراجل؟ ايه القنبله؟ اف اف القنبله طيرت الجندي صاحبي. الكلب كان عايز يغدر بيا. اتفاجئت بيه اتفاجئت بيه بس الحمد لله لحقت نفسي. ايوه انا عايز السلاح ده. طلقات بسرعه طلقات. طيب انا هخش هاجم من هنا من الشباك. موت يالا موت يالا. خد يالا قنبله انت كمان. انا مت لهم قنبله. ايوه كده الله ينور. انا هخش من الشباك بقى. في حد بيضرب عليا برضو محرموش. تعالى تعالى حبيبي تعالى انت كمان. اهدى ما فكرناها طابونة. يا جدعان الاسلحة بتخلص بسرعة يخرب بيت كده. انا ما بحبش كده. طب انت اديني طلقات. انت معاك ايه ده؟ ابعت لي صح انا عايز طلقات. ايه ده حلو. هما بيموتوش بسرعه ليه كده؟ بيقعدوا يمثلوا كتير. ايه ده؟ انت يا عم اديني صح الله يكرمك. لا في سلاح رشاش
انا عايز الرشاش. الرشاش فين؟ اهو الرشاش دوت. كويس، حلو قوي السلاح ده. انا عايز طلقات، محتاج طلقات يا جدعان. محتاج طلقات. خد يا رجاله القنبله دي. خلاص ماتوا، يلا غيره. طب انا محتاج صحة، ممكن تديني صحة؟ طب طلقات. طب اي حاجة. مين اللي معاه الطلقات؟ ده اللي معاه الطلقات بعيد قوي. طب اوصل له ازاي ده؟ هو انا مالي الصبت جامد كده ليه؟ انا الصبت جامد. على فكرة السلاح ده اقوى من الرشاشات. الرشاش بقعد اضرب بيه كتير ما بيموتش بسرعة. اف ستة. كويس، جالي صحة اهوت. مية مية. يلا رجالة هجموا يا رجالة. سايبيني حارب لوحدي. بلاش الندالة ديت، بلاش الندالة ديت. ايه البقرة دي؟ بلاش الندالة. ايه دوت؟ سايبيني حارب لوحدي. انت يا عم هات طلقات. ايوه كده، خدوا قنبلة يا رجالة. انزل لهم احسن يا جماعه. الرشاشات مش دقيقه. ايه ده؟ قنبله قنبله. كويس، انا لحقت نفسي لحقت نفسي. على فكره يا جماعه فعلا السلاح ده ادق من الرشاشات بجد، بموت بيه بسرعه. انما الرشاشات مش، الرشاشات تقريبا عايزه من قرب، من بعيد ما بتجيبش حلو. فعلا. شوفوا بده موت كتير اهو، انما بالرشاش كنت بطول قوي. يلا رجاله اهجموا. طالما هنهجم كده على الارض وش الوش كده، يبقى الاحسن اطلع ايه؟ الرشاش بقى، عشان لو حد جالي من قرب. خدوا يا رجالة. ما تموت يالا بقى. بقى داوت. ده. هاتلي طلقات يا حبيبي. مش عارف يا جماعة، يعني احنا بدأناها دبابات وبعد كده مقضينها مشي مش كده. انا كنت مفكر هنضرب بالدبابات يا جدعان. انا رجلي وجعتني من المشي والله. كل ده مشوني كتير قوي. ما الدبابات اتضربت. شوفوا ده، كملوا لنا على باقي الدبابات. خلاص ما عادش عندنا دبابات اصلا. خلاص هو عاد في دبابات. احنا كنا فعلا رايحين نهجم بالدبابات، بس هم بوظوا لنا دباباتنا للاسف للاسف. ربنا يسامحهم بقى. بصوا دباباتنا ده، خلونا ده شركونا خالص. There's the AA gun. Let's clean up these crowds and help our tanks out. لا قنبلة 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 قنبلة. حلوة أوي الحتة دي.
موتوا بقى انتوا في ايه؟ حلو قوي كده الغد، حلو قوي. مين اللي ضرب عليهم القنبله ده؟ انا ما اعرفش. حلو قوي كده لغايه دلوقتي. ماشي ماشي. طب يا جدعان حد يديني طلقات او اي حاجه، انا مزنوق جدا. ايه ما... ايه ده كل دي طلقات بس؟ ده فارغ، طلقات دي فارغه. طيب اعمل ايه؟ اقف على السلاح اللي فوق. طب حلو كده، هتحلو قوي، هتحلو قوي كده. ايوه كده يا جدعان، ايوه كده. هذه الاسلحه الجامده دي، ايه ده؟ ايه ده؟ فين الطيارات دي؟ فين الطيارات دي؟ الله، في ايه؟ مش انا المفروض هضرب على الطيارات؟ ايه ده؟ حلو 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 قوي، حلو قوي قوي. فين تاني؟ فين؟ اهي في طياره اهي. الله ينور الله ينور الله ينور الله ينور. لا لا لا، هدي كمان. هدي كمان. ها فين تاني؟ ايه ده؟ في ايه لسه تاني؟ حلو قوي. في تاني ولا ايه؟ حلو، الله ينور الله ينور. ده انا عملت شغل عليه قوي. ايوه كده. لا لا، ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في طيارات جايه من هنا. مية مية، جبت اتنين. مية مية. الله ينور الله ينور. خلاص حلو قوي. ده مدفع جبار. ايه ده؟ ده هنركب بقى دبابات؟ طب ايه؟ ايه القرف ده؟ عايزين صحة. ها؟ هركب مع مين؟ حد ياخدني معاه في الدبابة. جو تو فانتاج بوينت، فانتاج بوينت. فانتاج. في ناس بتقول عليا يا جماعة ان انا بقرا الانجليزي. في ناس بتقول عليا يا جماعة ان انا بقرا الانجليزي بطريقة غريبة. عادي عادي. ما ينفعش اركب العربية دي؟ هو احنا في جتا؟ يلا يلا. مش عارف يا جدعان ليه حاسس ان المهمة الاولى جرافيكها كان اعلى من دي. ايه ده؟ حلو 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 قوي. الحرب اشتدت، الحرب اشتدت. اوبا، الله 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 الله. يعني يا جدعان انا هفجر الحلو قوي. شوفوا اللي فجرت براميل البنزين اللي جنبهم. يلا بسرعه، لازم نلحق نفسنا لان هيفجروا دباباتنا، فلازم نلحق ونهجم على الناس دول بسرعه. اف سيرجنت، جيف مي ذا بوزيشن. هات طلقات يا عم. مية مية. والله السلاح ده احسن كتير. مش عارف يا جماعة، الرشاشات من بعيد ما بتجيبش عدل. مش الرشاشات
من قريب حلوة انما من بعيد لا. حلو نقرب بقى. ها ايه ده السلاح ده يا لهوي؟ ايه ده؟ حلو قوي. ايه ده يا جدعان؟ يخرب بيته يخرب بيته يخرب بيت ده سلاح. يعني يا جدعان لا بجد يخرب بيت ده سلاح. بصوا سلاح جامد. انا عايز طلقات، عايز طلقات للسلاح ده. اديني يا ابني طلقات. طب انت عندك ايه؟ مش وقته نضرب نضربهم الوقت وخلاص. ايه يلا الدبابات تهجم انطلقوا. الله الدبابة رياضية. الدبابة نطت نطة. يلا طب انا عايز طلقات. لا طلقات ايه ده؟ 310 طلقة وانا محتاج طلقات اصلا. طب يلا نطلع يا جماعة. بس يخرب بيته سلاح، يخرب بيته سلاح. انا اول مرة اشوف سلاح بالجمال ده يا جدعان. ايه دوت؟ انا هستخبى ورا الدبابة كده. اوعى تدوسني يا عم الحاج. ايه انا هخش من هنا عشان ابقى في امان. انا ايه ده؟ اوعى اكون قتلت صاحبي. معلش نيران صديقة، نيران صديقة. هو في ايه؟ انا مش عارف اتحكم ليه. ايه ده؟ ادوس اف ايه؟ طب هو السلاح ده يلغي التاني؟ يعني السلاح القوي التاني اللي معايا لو انا خدت ده التاني يروح ولا يفضل موجود؟ لا تصدقوا بايه؟ لا موجود برضو. حلو قوي. طيب ما كده عشان يبقى معايا سلاحين قويين. ماشي يلا. طب اديني صحة. طيب اديني صحة. انا معايا صحة. ها لا لا افدى تبعي. ايه اللي بيحصل؟ اوبا ضربوا الدبابات. ليه كده يا جدعان؟ لا 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 ضربوا الدبابات ضربوا الدبابات. طيب ايه ده؟ الراجل ده معاه طلقات من السلاح اللي انا بحبه. اللي هو السلاح ده. طب حلو. الله هو السلاح ده اهو. يخرب بيته سلاح جامد. حتة انفجار انما ايه؟ حتة انفجار انما ايه؟ بجد حاجة جامدة جدا. جماعة بس بصراحة اللعبة فيها عيوب كتير. ايه ده بقى؟ هدمر الحاجات دي. في بنزين اهو جنبهم. الله 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 شغل عالي اهو. يلا ها مين تاني؟ التحكم فين تاني؟ فين تاني اضرب ايه تاني؟ اللي هناك ديت لسه. ماشي ما انا بضرب على البنزينه مش راضية تيجي. هو الظاهر ان من بعيد مش هينفع.
هو في ايه يا جدعان؟ ايوه كده جبته. ديت ده اللي كانت ناقصة. كده التلاتة تمام. حلو. عنينا يا باشا، انت تؤمر. اهو. يا جدعان هما مبيموتوش ليه؟ المفروض الضرب في الراس يموت على طول. عشان لابسين خوذ. ايوه فهمت، عشان لابسين خوذ. ايه ده فيه هجوم جامد. لا الدبابات طلعت وجاهزة للهجوم. تعالى بابا انت. واضح ان ما بيسمعوش الكلام وبيموتوش بسرعة. خد يا حبيبي. هيا حد تاني عايز يموت؟ داون. ايه ده؟ مش فاهم. ايه ده؟ مش فاهم انا عملت ايه يعني. ما علينا. طيب انتوا رحتوا فين يا رجاله؟ هما هنا، هما راحوا هناك خالص. طيب خدوني معاكو. ايه خلاص هنغادر المكان؟ دانيال اون تيرنر ناو. ده بيديني صحة، ده معرفش بيعمل ايه دوت. طيب احنا ندوس اف هنا بقى نشوف هنعمل ايه. ده جرافيك العربيات يا جدعان عامل زي لعبة، فاكرين لعبة اسمها ايه دي؟ ميتال جير سوليد في. عامل زيها كده، جرافيك تعبان، العربيات جرافيكها تعبان قوي. يعني ايه دوت؟ لا ايه ده؟ Pearson will follow you with the squad. Can't do it. Just got orders from Collins. We're heading west with the 11. يا جدعان اللعبة جرافيك الشخصيات حلو، الأسلحة معقولة حلوة، لكن ما تلاقيش بلعبة 2017 يا جماعة. لعبة 2017 المفروض الجرافيك يبقى أقوى من كده يا جدعان. إيه ده، هنسوق عربيات؟ يلا بينا. مية. هنروح فين؟ حلو. يلا انا وراك اهو. سوق بسرعة يا فادي، بسرعة. اف. حد بيضرب علينا. هدوسه. لا. الحمد لله. ما دستنيش الدبابة، ما دستنيش. بسرعة يا فادي، بسرعة. في ايه يا عم؟ هو سباق؟ انتوا بتزنقوا عليا ليه؟ حاسب يا عم. لا مش عايز اخسر. حدش يضرب عليا. يلا حبيبي، حتة نطة بقى. ايه هو يسوق وانا اضرب نار؟ ماشي حلو، مفيش مشكلة يا باشا.
ايه ده انا فرمتهم يا جدعان. ايه ده اللي انا بعمله ده؟ ها لبستهم في الحيطة. يا جدعان اركزوا عشان اعرف اضرب عليكم. حلو حلو ماشي. مين تاني؟ حلو اول الانفجار ده. الله جميل قوي. مش عارف يا جماعة، مش عارف يعني اول مهمة كنت مبسوط من اللعبة، بعد كده مش عارف، مش حابب، مش عارف يعني في حاجة. الجرافيك بتاع تاني مهمة مش زي اول مهمة، وطريقة اللعب بتاع تاني مهمة مستفزة شوية، مش لذيذة يعني. مش عارف، ما مش عارف تاني مهمة بصراحة انا مش مبسوط بيها. ما حتى لو تلاحظوا المرة فاتت وانا بلعب المهمة الاولانية كنا الحماس جامد قوي وكنت متشجع ان العبها وكده، كنت مبسوط بيها قوي. المهمة التانية مش عارف، مش عارف ما استظرفتهاش كده، ما مش عارف في ايه. الجرافيك مش بقوة الجرافيك اللي في اول مهمة. ما دانيال what did you watch him? The only thing more dangerous than the enemy is pride. Rest up, boys. We take Meridier at first light.